بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا اجتمع قضى واجب، نعم، إذا اجتمع قضى واجب ومستحب ووافق وقت مستحب، يجوز للإنسان يفعل المستحب ويجعل قضى الواجب فيما بعد، ولا يبدل الواجب أولا؟ مثاله يوم عاشوراء، يوم وافق قضى من رمضان. بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة، لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة التطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج. وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان، اقضي ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أنه أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فما دام الأمر موسعا فالنفل جائز، كصلاة الفريضة مثلا، إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع ساعة الوقت كان جائزا. فمن صام عرفة يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران، أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء. هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان. أما صيام 6 أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضاء، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يقال صام رمضان حتى يكمل القضاء. وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم 6 فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلط، فإنها هذه 6 لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان. جزاك الله.